انا ما شفتش حاجة الصراع حلوة تعمل، ما اعرفش عنه حاجة الصراع، انا ما شفتش منه حاجة ولا اعرفه لغاية دلوقتي. وفين هو اللي عمله؟ يمكن اللي كانوا بيتكلموا على الاولاني كان ظاهر شوية، كان ظاهر في المباني وبيشيل وحاجات دي كان لكن ده هو فين؟ هو فين هو المحافظ؟ انا والله ما اعرفه ولا اعرف اسمه. انا ابن الشارع، ها ما سمعتش بيه انه عمل حاجة انها مثلا تصلح حاجة، لا يسمح له الراجل ده هو في غيابه في حضوره. يعني كده انا شايفه في مرة الساعة 2 بالليل في حجر النواتية بالليل كان داخل وجايب الناس وعمال يلومش الحاجات دي، كان يمشي بالليل يشوف يدور عشان محدش يشوفه. راجل اللي هو المحجوب كان راجل كويس، لكن المؤاخذة اللي بعد منه دول احنا ما شفناش منهم حاجة. هو كويس الراجل يعني وشغال ولسه طبعا ماسك جديد وكده، فلسه برضه يعني في حاجات هيعملها كويسه وبتاع، مش عايز اعباء اكتر من اللي هي فيه، شايفه الغلا والدنيا والناس ماشيه يعني بالعافيه. هو دي بقى حاجه ما نقدرش احنا نقررها، الدوله هي اللي بتقرر حاجات دي، احنا مالناش فيها دي. ان احنا عايزين نولي اللي يصلح يعني اللي يكون كويس هو اللي يمسك البلد. والله عمل الكورنيش وضب الدنيا الراجل، وكان ماشي حلوه يعني، كان ماشي خطوه حلوه اللي هو كان ماشي، عمل حاجات ما حدش عملها قبل منه. نتمنى ان هو يجي تاني. والله لسه الاداء ما بانش لغايه دلوقتي. شغله والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، ادينا قاعدين والزباله ورانا يعني، واخد بالك؟ المفروض يكون في مراقبه على الناس اللي هي شغاله، ويكون في توفير لصناديق الزباله. عبد السلام المحبوب وليس المحجوب احسن محافظ مسك في اسكندريه، يا ريت يرجع تاني. المحافظ لوحده ما ينفعش، لازم رؤساء الحياه، الساده اللي قاعدين فوق مكيفه، الساده اللي وقعت بكل اسف يعني ينزل الشارع يجيب كرسي ويحطه في الشارع. انا شفت بام عيني اللي هو محافظ اسكندريه، محافظ دمياط ماسك المكنسه بيكنس في الشارع، شفت بعيني. ومحافظ باريس نفس الكلام في باريس، وصلت للدور الاولاني ابو سليمان. فبكل اسف يعني الحقيقه اسكندريه وصلت لمستوى الحضيض، والله ثلاثه اسكندريه مستوى الحضيض، ولسه كمان جاي تاني.